بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم واستنى بسنتهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحباب، يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. أيها الأحباب، هنيئا لمن قرأ القرآن وتدبر معانيه وانفعل بآياته وعمل بها في هذا الشهر الكريم. شهر رمضان هو شهر القرآن، ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فينبغي علينا أن يكون لنا حال مع كتاب الله سبحانه وتعالى، ويا لهناءة من تعايش مع كتاب الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم. فرسولنا صلى الله عليه وسلم يبشر أهل القرآن بأنهم في شفاعة القرآن يوم القيامة، يشفع له القرآن عند الله سبحانه وتعالى، كما نعيش في هذا في جو هذا الحديث الشريف: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وفي رواية أخرى يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي، منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: ربي، منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفعان. هكذا يقول سيدنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: يشفعان لك القرآن والصيام، يشفعان لك أمام الله سبحانه وتعالى، فيتجاوز الله سبحانه وتعالى عنك بفضل القرآن وبفضل الصيام عما بدر منك من ذلة، وعما بدر منك من خطأ وتقصير في دنياك. يشفع لك القرآن ويحفظك كما حفظته في الدنيا، وأيضا الصيام يشفع لك عند الله سبحانه وتعالى. وهنيئا لك أيها المؤمن أنك تكون من أهل الله سبحانه وتعالى. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، قال صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث مع الصحابة: إن لله أهلين من الناس. فقالوا: يا رسول الله، من هم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أهل القرآن. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. فافرح أيها المؤمن بكتاب الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يشفع فينا القرآن الكريم، وأن يشفع فينا الصيام، وأن يجعلنا من أهل القرآن والصيام في هذا الشهر الكريم.